Good day my friends. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. إذا بتتذكروا بالحلقة الماضية واللي قبلها بلشنا ناخد عن الطقس وشفنا قديه الطقس بيأثر على حياتنا، بيأثر على الأشياء اللي منلبسها، بيأثر على الأشياء اللي منأكلها، وبيأثر على الأكتيفيتيز يلي نحنا منعملها. وقلنا إنه العلماء لحتى يعرفوا ويتوقعوا كيف رح يكون الطقس أو حتى يقيسوا بعض الأشياء خصائص الطقس مثل كمية المياه، كمية الأمطار، مثل سرعة الرياح، بيستخدموا أدوات كتيرة ونحن صنعنا واحدة منهم. شو كان اسمها؟ كان اسمها ويند فين. فيري جود. وهيدي هي عندي إياها، شفناها عملناها نحن مع بعض وقلنا إنه الويند فين بتخلينا نعرف كيف اتجاه الطقس. حطينا نورث شمال، ساوث جنوب، حطينا ويست اند ايست، ايست شرق وويست الغرب. وانتبهوا اصدقائي، اذا بتلاحظوا لما انا اوقف بهالطريقه شرق وغربي بيكون مختلف عن لما ابرم لورا، بصير الشرق والغرب بغير اتجاه، بتصير ايدي اليمين تختلف الاتجاه فيها وايدي الشمال بيختلف الاتجاه فيها، بتفرق وين نحن واقفين وباي اتجاه. وعندي هون درسنا الاتجاهات الأربعة وأخذنا ويند فين، واليوم رح نتعرف على أداة جديدة بيستخدموها العلماء ليعرفوا مش اتجاه الرياح حتى يقيسوا سرعة الرياح، السرعة تشوفوا أداة سريع الرياح. انتو بتعرفوا انه أوقات بتوعوا الصبح وتطلعوا لبرا بتحسوا انه الهواء كتير قوي، بيكون الهواء كتير سريع. وأوقات منكون قاعدين بالطبيعة منحس إنه في نسيم مارق من حدنا، رايق، هوا رايق بخلينا نروق، تفرق سرعة الرياح. ولحتى يقيسوا هيدي السرعة يستخدموا الآلية اللي شايفينها أنتوا على الشاشة من إلا أنيمومتر. فإذن أنيمومتر يستخدموها العلماء وفينا نحن نستخدمها لحتى نعرف speed the speed يعني سرعة الرياح، بينما الويند فين نستخدمها لنعرف the direction اتجاه الرياح. بحلقتنا اليوم بدنا ناخد بعض أدوات جديدة ورح نصنع مع بعض أداة جديدة. خليكن معي برجع لكم بعد شوي. Weather affects what we wear, eat, and do. We wear thick clothes in winter when the weather is cold. We wear shorts and t-shirts in summer when the weather is hot. We go swimming in the summer. We go skiing in winter. Some plants grow when it is cold. Others grow when it is hot. A thermometer tells us if the weather is hot or cold. A wind vane helps us determine the direction of the wind. The wind may come from the north. The wind may blow from the south. It can blow from the east. It can blow from the west. An anemometer tells us how fast the wind is blowing. فإذن أصدقائي صرنا هلأ بنعرف أول شيء عندي wind vane. وقلنا it measures يعني بتقيس الويند فين the speed or the direction السرعة أو الاتجاه، بتقيس الاتجاه it measures the direction of the wind. وأخذنا كمان
اليوم شفنا صورة الأنيمومتر. أنيمومتر. وقلنا إنه بيقيس سرعة الرياح مش اتجاهها. It measures the speed. Speed of the wind. وهلا رح نصنع أنا وياكم أداة جديدة رح أحط لكم اسمها بقلها Rain Gauge. Rain Gauge. واحذروا شو بتخلينا نقيس؟ فيها رين، فإذا خاصة بالمطر. فينا نعرف من خلالها كمية الأمطار، قديه تساقط أمطار. فإذا رين جيج، رين جيج. تعالوا نروح مع بعض لحتى نصنع رين جيج سوا. عندي جبت أنا هون مرتبان من إزاز، وبقلب هيدا المرتبان رح نزل مي مثل الأمطار. بس قبل بالرين جيج دايما بيكون عنا مثل ما في بقلب الرولر قياسات، بيكون عنا كمان عليها قياسات. رح استخدم أنا ذا رولر لحتى أحط القياسات عليها. يكون كمان تحطوا تلزيقة وترسموا على التلزيقة. رح بلش من هون. بهالطريقة أنا حطيت قياسات. بلش 0 1 2 3 4 5 6 7 8. طلعوا شو صار عندي، حطيت عليها قياسات. عادة 0 لازم نبلش فيه من الكعب، بس لأنه أنا عندي هيدا الجار ما بقدر أكتب بالكعب، رح نعتبر إنه هون منبلش 0 ونطلع لنوصل للايت. رح حط انا هيدي من فوق. واذا نحن تخيلنا حالنا بالووتر سايكل وتخيلت انه انا ووتر دروبلت، كنت بقلب السي وصار في حراره قويه وطلعت لفوق، اخذني الويند تحولت لووتر فيبر، واخذني الويند هاي هاي ان ذا سكاي، فوق عالي بقلب السما. وفوق لما صار الطقس، لما صار الطقس بارد شو صار؟ جيت مع أنا وأصدقائي صرنا غيمة كلنا ووتر دروبلتس، ولما صار الطقس فيه سقعة أكتر وأكتر بلشنا نتساقط مثل الأمطار. وبهالطريقة بيتساقطوا الأمطار. نستخدم نحن لنعرف كمية الأمطار يلي تساقطت رين جيج. لنقول إنه تساقط هالقد أمطار. طلعوا منيح، وصلوا لل 2. طيب أنا عندي سؤال أصدقائي، إذا كنت أنا بفصل الصيف هل بيكون في كمية أمطار كبيرة؟ بالصيف ما كتير بتشتي، بتكون الكمية كتير قليلة. بس لما نبلش نحنا بالخريف بتبلش تشتي شوي أكتر. إذا نقيس كمية الأمطار بالخريف تلاقي إنه أعلى من الصيف، صارت أكتر.
وأمتين بتكون بأي فصل بتكون كمية الأمطار أكتر شيء بكل السنة؟ فصل الشتاء، لأنه بالشتاء أكتر شيء بيكون الطقس بارد والووتر فيبر والووتر دروبلتس بينزلوا مثل رين. أنا إذا بدي شوف بالرين كيج بلاقي إنه بالشتاء بيكون أكتر شيء عندي كمية أمطار. وبهالطريقة أنا عملت بأدوات بسيطة أداة بتشبه الرين كيج حتى أعرف كمية الأمطار. فإذن أصدقائي، رين كيج تقيس فيها كمية الأمطار مثل ما أخذنا على اللوح، أنيمومتر شفنا كمان على السكرين، it measures the speed of the wind، سرعة الرياح، بصير يبرم 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 يبرم. إذا عم يبرم كتير 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 سريع بتكون سرعة الرياح كتير قوية، إذا عم يبرم شوي 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 بتكون منا سريعة كتير الرياح. وعند الويند فيل يلي عملناها سوا بالحلقة السابقة، it measures the direction of the wind، بتساعدنا تنعرف اتجاه الرياح، شمال جنوب غرب غرب وشرق. ما تنسون أصدقائي، نتوقف هلأ لفاصل صغير، برجع لكم بالفقرة الأخيرة. وهلأ أصدقائي، مثل ما أخذنا عدة مرات قبل إنه الطقس بيأثر كتير على حياتنا، رح نعمل هلأ اكتيفيتي مع بعض ونشوف كيف بيأثر على أكلنا، على لبسنا، وكيف بيأثر على الاكتيفيتيز يلي فينا نعملهم، النشاطات. شوفوا شو عندي على الكاردز بإيدي. هون عندي أنا flowers، عندي ورود بحطهم على الكاردبورد قدامي. هون عندي a boy and a girl at the beach، راحوا على البحر. هون عندي ولاد children playing football، they are playing football. وعندي هيدا صبي وهودي a couple، شو عم يعملوا؟ عم يتزلجوا على الثلج. هون عندي flowers، هون عندي flower. طلعوا طلعوا هيدي النبتة شو مميزة، نامية بقلب الثلج. هون عندي كنزة، عندي دريس فستان تي شيرت، وعندي جاكيت. هلا أصدقائي، تعال نعرب الكاردز لأكتيفيتيز، لكلوثز ثياب، وكمان على بلانتس تنشوف أي بلانتس بيطلعوا بطقس حار وأي بلانتس بيطلعوا بطقس بارد. هون عندي كلوثز، عندي تي شيرت جاكيت ودريس، هون عندي كنزة سواتر، وعندي هون فلاورز، هون عندي الأكتيفيتيز. رح أقسم الكارد بورد لعدة أقسام، رح أحط هون أكتيفيتيز يعني نشاطات، رح أحط هون كلوثز ثياب، أو رح أحط what we wear ماذا نلبس، تحت الأكتيفيتيز في اكتب what I do، شو الأكتيفيتي اللي أنا بعملها، وفي بالآخر بحط plants. رح أقسمهم مع الرولر. تحت الأكتيفيتيز أنا رح أحط عمودين
بأول واحد. بحط الأشياء يلي بنعملها، الأكتيفيتيز يلي بنعملها لما يكون الطقس حار، وهون بحط لما يكون الطقس بارد. Hot weather. هون cold weather. What we wear كمان بقسمها لاثنين، hot weather and cold weather. والplants بدي احط البلانتس اللي بينمو وبيطلعوا بالhot weather، وأيهن بيطلعوا cold weather. Cold weather. هون عندي plants hot weather. هون عندي cold weather. نبلش. رح بلش أنا بالactivities. عندي هون سكي، عندي هون swimming إذا بروح أنا على الشاطئ على البحر، هون playing football. رح جيب التلزيق لحتى نلزقهم. أي activity أنا فيي أعملها لما يكون الطقس حار، فيي روح على سكي أنا وألعب بالتلج لما يكون الطقس حار، ما بقدر. اثنينات هون هودي الصورتين لازم حطهم بالcold weather، لأنه ما فيي أعملهم لما يكون الطقس حار. This is cold weather. This is cold weather. أما هون فعندي البحر، أي متى بروح أنا على البحر؟ لما يكون في حرارة قوية، hot weather. playing football، أي متى أنا كمان في أطلع ويكون في حشيش والشمس مشرقة، كمان لما يكون الطقس ما يكون في سقعة كتير وثلوج، بقدر بلعب بالطابة. رح حطها بالhot weather. لما يكون في كتير برد برا، فيي أنا أطلع ألعب برا بالطابة. فإذا هيك قسمت الأكتيفيتيز. هلأ بدي حط أنا الكلوتز. بدي قصهم. أول شي عندي السواتر يلي هي الكنزة، أي متى أنا بلبسها للكنزة؟ لما يكون hot or cold. الكنزة بتدفينا لما يكون الطقس بارد. وعندي هون دريس، طلعوا بهيدا الدريس مفتوح من فوق على الايدين، بلبسه لما يكون الطقس in the hot weather، لما يكون الطقس حار. عندي كمان جاكيت. شي مره نحن بنلبس جاكيت بالصيف لما يكون الطقس حار؟ لا، منخليه لحتى نتدفى بالبرد. فإذا أنا رح حطه للجاكيت مع السواتر. وهون عندي تي شيرت كم قصير شورت سليفز، بلبسهم لحتى بورد بالشوب. بحطها كمان مع هوت ويذر. لا بلزقهم. شفتوا أصدقائي قدين إحنا تتأثر حياتنا بالطقس؟ لما يكون شوب، لما يكون ساقعة. هلا آخر شي عندي أنا
plants. أخذناهم من قبل للplants. قلنا في seasonal plants. Plants بيطلعوا بseason معين لما يكون الطقس مختلف عن غير season. في plants بحاجة ليكون الطقس مشوي يكون في حرارة قوية، وفي plants بحاجة إنه يكون الطقس بارد. وإذا أنا بدي لقي plant بغير season تبعه، وين بلاقيها؟ أخذنا قبل بالgreen house. بيكونوا حاطينها بقلب جرين هاوس ومأمنين لجوا جو مناسب. إذا بدي أقسم أنا البلانتس، عندي هيدي البلانت الوحيدة يلي بتطلع بالكولد وذر لأنه في سنو. هون كمان عندي عليها أمطار. أما هون هودي الروزز رح حطهم أنا بالهوت وذر. خليني لزقهم. هيدي cold weather في حد snow، وهيدي كمان. واللي رح حطهم بالhot weather. هيك أصدقائي، هودي رح كافيهم أنا بلزقهم. عندي activities، what we wear، وplants. كلهم بيختلفوا حسب الطقس. فإذا أصدقائي الطقس بيأثر كتير على حياتنا، شو منلبس، شو منأكل. في بعض الثمار ما بتطلع إلا بالشتاء لما يكون الطقس بارد، وكمان الactivities يلي بنعملها. وقلنا نحنا لحتى نتوقع ونعرف كيف رح يكون الطقس the weather، شو بيستخدموا العلماء؟ في عنا الويند فين بتشوف اتجاه الرياح، في عندي الانيمومتر it measures the speed السرعة مثل ما شفناها على الشاشة، وآخر شيء أخذنا كمان rain gauge. طلعوا أصدقائي rain gauge بتشوف وبتقيس كمية الأمطار. وبالحالة المقبلة كمان رح نشوف ثيرمومتر يلي بفرجينا الحرارة. خليكن معنا، رجعوا عملوا مراجعة على كل شيء أخدناه. أنا هلأ بدي ودهكن وقلكن ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. شوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. Once I was a tiny droplet, a very tiny droplet in the sea. It was summer, and I was very close to the seashore. It was very hot, and the sun was heating the water. As the sun heated the water, it changed me into water vapor. The wind carried me to a very high place in the sky. I reached a beautiful village where the weather became cold. The cold air made me slow down and changed me back to a water droplet. I joined my friends, the water droplets. And we made a big cloud. As the cloud became heavier, I started falling down with my friends as rain. When I reached the ground, the running water took me back to the sea. I was finally back in the sea.